يا كابتن، أبدأ مع حضرتك طبعا بمباراة الأهلي والوداد سواء الذهاب أو الإياب. طبعا شايف إزاي من وجهة نظرك الفنية الأهلي تحت قيادة موسيماني في أفريقيا؟ يمكن اتكلمنا قبل الهوا، قلت لي على يعني اختيار لما سمعنا اسم موسيماني. موسيماني انه هيدرب النادي الاهلي. موسيماني انا اعرفه معرفه كويسه جدا، وقلت يا ريت تجربه كانت بالنسبه لي فيها جرأة وفيها دراسه يعني مدروسه بشكل جيد، والوقت طبعا حسمها يعني قصر المسافه، وكان النادي الاهلي محتاج مدرب فعلا كويس في فتره يعني مش كبيره. انا قلت يا ريت لانه انا اعرف الراجل ده كويس، اعرف دماغه، اعرف الاستاف اللي بيشتغل معاه، ناس يعني اب تو ديتنج وعلى طول متابعين المودرن فوتبول وبيشتغلوا فيها كويس، وده اللي انا حسيته. يمكن من تاني مباراة حسيت بنفس الريحة اللي أنا كنت مباراة المقاولين يعني الأهلي طبعا والمقاولين. طبعا التنظيم وأداء واجبات المراكز بشكل فيه تحرر، الارتداد لما بنفقد الكورة كل الناس تحت الكورة، والانتشار لما بتبقى معانا الكورة كل المراكز بتشتغل بشكل، الى ان شويه في الاول كان يعني معدلات البدنيه بتنزل في بعض الفترات فالتركيز بيقل شويه، لكن عموما تقريبا يمكن 70 دقيقه في المباراه او 65 دقيقه في المباراه فيها تنفيذ واجبات المراكز بشكل مرضي جدا لاي جهاز فني، وده وقت مش قليل يعني في كره القدم. طب ممكن نقول ان اعتماد موسيماني على طريقه انه احراز هدف مبكر لاضعاف معنويات الخصم كانت تعتبر تجربه تدريبيه ناجحه؟ لا، هو مش مفيش في الكوره واحد بيقول انا هحرز هدف مبكر، بس مثلا على ارض لكن الوداد، مجريات اللعب هي اللي مجريات اللعب يعني الضغط العالي مثلا بيبقى في فرصه ان انت تبقى عندك استحواذ وتضغطي ضغط عالي فيبقى تهيئ لك فرص، لكن ممكن ما تجيبيش منها بس اهداف. بس كان غريب، هي كره القدم زيها زي الحياه، صح؟ كره القدم هي الحياه، بمعنى ان انت بتكسبي في اول دقيقه، بتخسري في اخر دقيقه، بتكسبي بتخسري في اول دقيقه، تخسري في اول اخر دقيقه، هي الحياه عموما. فما اقدرش انا اقول ان المدرب عمل تاكتكس بحيث انه يجيب جون في اول خمس دقائق، يعني ممكن زي الملاكم مثلا بيلعب 15 جوله يا يكسب في اول جوله يا في الجوله ال 15 فلا يعني، لكن هو طريقه اللعب بتاعه تمنح التيم فرصه انه يبقى عنده فرصه للتسجيل بالشكل التكتيكي اللي هو عامله ده، بيدي حريه في الحركه زي مثلا محمد مجدي في البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي، اطراف الملعب، الباكات الاثنين اللي تحت ازاي بيتصرفوا لما الكره معانا والكره مش معانا، حتى السيرد باكات وواجباتهم في الخروج من المنطقه بتاعتهم، بنايه اللعب، الاستحواذ في نص الملعب، كل الحاجات دي بتدي فرصه ان انت تبقي ليك اليد العليا، صح؟ لكن تحرزي في الهدف، المدرب بيقول هنحرز في كل، لا، فكره اتباع الاسلوب الهجومي مثلا على ارض الوداد في مباراه الذهاب كانت غريبه بالنسبه للبعض او استغربوا ان هو يعني رايح يهاجم على ارض الوداد، هي بس متهيألي بالنسبه لحضرتك كان، هي مش فكره ان هو لا، هو ده اداء عام للفريق، يعني مش فكره انه انا رايح العب بشكل هجومي، لا، الهجوم امتى والدفاع امتى؟ الهجوم لما بيبقى معايا الكوره، او ان اعمل ضغط عالي على الخصم من قدام عشان اخد من بدري، فده اسلوب. وبعدين بقى لما بفقد الكوره برجع كل الفرقه ورا الكوره، فده اسلوب دفاعي بحت، لكن اول ما ناخد الكوره بتحسي بقى بان في واجبات بتتنفذ اللي بيها يبقى فيه فرص ان احنا نبقى نشتغل ويبقى الشغل ليه ناتج. طيب فكره انه المدرب ده بانت بصماته بالسرعه دي يا كابتن، يعني كانت الناس كلها بتقول ان الوقت ضيق قوي على ان احنا نشوف الراجل ده هيعمل ايه في الوقت القليل ده، بس من اول ثلاث ماتشات حتى في الدوري سواء انبي او المقاولين او بيراميدز، لا، شفنا هو بيتسو عايش معانا، ما هو عايش معانا من زمان، من 3 4 5 سنين في البطولات الافريقيه هو عايش مع الاهلي والزمالك والرجاء والوداد والترجي،
والافريقي عايش مع الفرق دي والفرق الجزائريه والفرق المغربيه، هو موجود في المنطقه وحافظ الاهلي ودرسه كويس، فده اللي خلاه ما ياخدش وقت بقى في التعرف على اللاعبين. وكانت فكره طبعا رائعه من الكابتن محمود والمسؤولين عن التعاقدات في النادي الاهلي. فلا يعني هو راجل ما هوش غريب عن المنطقه وما هوش غريب عن حتى، لان هو اساسا عنده فريق تحليل لما كان بيلعب النادي الاهلي. الفريق التحليل ده بيديله البوينتس بتاعت نقطة القوة ونقطة الضعف والنادي الاهلي بيلعب ازاي عشان يلعبهم طبعا، وعمل نتيجة خرافية مع النادي الاهلي اكيد، فعارف كل حاجة. هو ده اللي لم الموضوع في الوقت القليل ده. في لعيبة كتير قوي تطورت تحت قيادة موسيماني، منها أفشة، منها حسين الشحات، منها ديانج برضو. عايز أعرف رأيك وتقييمك لكل لاعب من دول. يعني لو اتكلمنا عن أفشة وخصوصا في مباراة الذهاب وقدم الحقيقة أداء رائع، يعني بقى لو هو المسألة مش مسألة إن هم اتطوروا بسرعة، هم لعيبة عندهم إمكانيات أساسا، هو قدر يظهرها، فهو مش أكتر من إنه يعني إدالهم أريحية ومساحات يلعبوا فيها وسبورتنج من الناس اللي حواليهم. فبقى في ميكانيزم معين في الملعب اللي بيه لقيت دلوقتي بخلق المساحه بقى اسهل، المرور من الجناب بقى اسهل. زائد انه في حاجه مهمه جدا معرفش طبعا الفنيين اكيد عارفينها، يعني كل الاهداف او معظم الاهداف اللي احنا جبناها بنتمريرها في العمق. فهو دارس ان السردباكين بتوع الوداد. اقل ناس يعني اقل اتنين في الفرقه، فيعني ركز في الاداء عليهم. وتمريرتين في الماتش اللي في مصر جبنا منهم هدفين، وفي ماتش برضو اللي هناك في المغرب جبنا برضو من العمق. فهو دارس وعنده يعني خطوط بيانيه واضحه جدا عن المنافس وعن فرقته يعني.